اللي بالداخلية اللي قاعدين يتعاملون مع شغب وكورونا بنفس الوقت، اللي بالصحة اللي بالجهات اللي معنية كلها، شنو ذنبهم قاعدين يتبهذلون؟ وهل اللي قاعد يطلع بالفيديوهات حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل فيك انت وامثالك يا ناكرين المعروف يا ناكرين الجميل، المعروف الطبي والمعروف السكني والمعروف معروف البلع اللي تارسه بطونكم عساكم الشقاق اللي شق بطونكم، هذا كله ما شفتوه؟ هذا كله ما بين بعيونكم؟ يعني ابو داركم ديرتكم قاعد تساوم عليكم، ديرتكم قاعد تقول اعطونا فلوس عشان ناخذهم، اشوف ما تحسبتوا على ديرتكم، ما تحسبتوا على الديره اللي ليل الحين مو راضيه تعترف انكم موجودين على الخريطه ومخلينكم طايحين بجبودنا. تكفون حكومتنا، ديرتنا، شوفوا لكم حل، ردوهم لاهلهم باي طريقه، خاطبوا منظمات دوليه، وسعوا الموضوع، كبروا لان هم قاعد يكبرونه وقاعد يطلعون صوره انهم مظالم، مع انهم الله لا يحللهم ولا يوفقهم ولا يبارك لهم، ماكلين وشاربين ومتعالجين وكل اللي يبونه تحت امرهم، وكل هذا وساخطين على هالعومه الماكوله المذمومه، وكسروا المدارس واذوا عيالنا. لا والحين اللي جاي اكثر، الحين عاد شوفوا عاد ربات الكباريهات واخوان الرقاصات ايش بيسوون، وشوفوا الحكي اللي بيطلع، وشوفوا اعلامهم شلون بيبب، دول عملوا وعملوا، دول ضربوا ولادنا، ما راح يقولون وكلوا وشربوا وعالجوا وابتلوا بولادنا، لا بيقول لك سووا وفعلوا وشالوا وحطوا وفي